معالي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، معالي وزير الاتصال، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المدير أو ممثل المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، المدير العام للتلفزيون الجزائري، المدير العام للإذاعة الجزائرية، أباؤنا من الرعيل الأول، زملاؤنا من الأسرة الإعلامية، أهلا وسهلا بكم جميعا. كنتم إذن في حفل، في حفل بسط السيادة على مبنى الإذاعة الوطنية، في فرحة ما كانت لتكتمل إلا باستقلال لولا بسط السيادة الوطنية على هذا المبنى الذي نحن فيه، مبنى الإذاعة والتلفزيون. وما كانت لتكل إرادة الثوار الصناديد أمام هذه الخطوة الباهرة في 28 أكتوبر ذات خريف 1962، حيث تم في هذا التاريخ إنزال العلم الفرنسي من مبنى المؤسسة من قبل أحد التقنيين الجزائريين العاملين فيها، وتم استبداله بالعلم الجزائري. يعد هذا التاريخ تحديا حقيقيا رفعه الإعلاميون والتقنيون الجزائريون في ذلك الوقت، وبرهنوا على قدراتهم البشرية بكل احترافية بعد مغادرة الصحفيين والتقنيين الفرنسيين. وقد تمكنوا، أي نعم تمكنوا، من مواصلة البث بفضل العزيمة والروح الوطنية. ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون ليست مجرد وقفة عابرة، وإنما موعد للتذكير بدور هاتين المؤسستين، وحتى لا ننسى أيضا ما صنعه الرجال إبان ثورة نوفمبر الخالدة للتعريف بالثورة من خلال الإذاعة السرية التي انطلق بثها من على شاحنة، مع مساهمة أيضا بعض الدول العربية، لتكون إذاعة الجزائر الحرة المكافحة صوت جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني، يخاطبكم من قلب الجزائر بصوت عيسى مسعودي الذي استعمل سلاحا أكثر شراسة، وهو سلاح الكلمة والصوت الذي أوصله إلى أبعد نقاط العالم. كانت الثورة وكانت التضحيات، وجاء اليوم الموعود، يوم الاستقلال، لتدخل الجزائر مرحلة جديدة من تاريخها الجزائري الحرة، لتطالب أن تستكمل سيادتها على ممتلكاتها، على ممتلكاتها. واليوم نحن في مبنى الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري نعيش هذه الفرحة. إذن هو طابع يخلد، يكرس للذاكرة الإعلامية للجيل الجديد، هو اعتراف بفضل الرعيل الأول في مسيرة التحرير والإعلام. لهذا ارتأت وزيرة البريد ألا تفوت هذه الفرصة لتصدر هذا الطابع البريدي الذي كما قلنا يخلد الرجل الرمز. إذن مراسيم التوقيع بين الوزيرين بحضور بطبيعة الحال كل من إطارات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، زملائنا أيضا من القنوات الخاصة الحاضرون في هذه الصبيحة، وبقوة زملائنا أيضا من الأسرة الإعلامية. إذن يسعدني ويشرفني كثيرا أن أكون اليوم هنا حتى نقوم بإصدار الطابع البريدي الذي يرمز للشهيد للمجاهد عيسى مسعودي، الذي كان رمزا للثورة الجزائرية، رمزا في عالم الاتصال وعالم الإعلام. الشهيد نسميه الشهيد لأنه رغم أنه مات بعد الاستقلال إلا أنه كان دائما في ثورة، لأن الثورة الجزائرية لم تنتهي بعد. الجزائر حصلت على استقلالها لكننا لازلنا في ثورة، ثورة البناء والتشييد. نتكلم على الثورة الجزائرية التي لازالت مستمرة، لأنني أود أن أتكلم عن دوركم اليوم. أنتم من يخلفون عيسى مسعودي وكل من كان معه. عيسى مسعودي كان يقول عليه الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله أنه كان بصوته وحده يمثل نصف الثورة، لأنه كان لما يتكلم، لما يسمعوه الجزائريين، سواء كانوا اللي كانوا خايفين في منازلهم، خايفين على أهلهم اللي كانوا في الجبال، أو سواء المجاهدين اللي كانوا
يعني معزولين تماما في الجبال، وكانوا يأمنوا بقضية كان صوته يبث فيهم اليقين ويحمسهم ويدفعهم لأنهم يواصلوا ويوصلهم المعلومات ويقول لهم ما راكمش وحدكم. كان هذا وسيلته اللي وجدها أنه يشارك في الثورة. اليوم كما قلت لكم الجزائر ما زالت في ثورة، وبودي في هذه المناسبة أني أسأل الأخوات والإخوة من الأسرة الإعلامية، كل من يوقف أمام الكاميرا وكل من يأخذ ميكروفون ويتكلم في التلفزة وفي الإذاعة الوطنية وفي كل الإذاعات لتفتخر الجزائر اليوم بعددها الكبير، وكل القنوات التلفزيونية الجزائرية اللي فيها اليوم في مئات ربما من الصحفيين اللي يتكلموا في ميكروفونات واللي نشوفوهم على شاشات التلفزيونات واللي نفتخر بهم كثيرا. بدي أن أسألكم سؤال، أو ربما من الأفضل نتمنى منكم أنكم تسألوا أنفسكم سؤال: أين صوتي من صوت عيسى مسعودي؟ صوت عيسى مسعودي كان 50% من الثورة. يا هل ترى صوتي اليوم كصحفي نتكلم ويسمع الجزائريين ويسمع العالم كله ماذا أقول كم بالمئة من الثورة الجزائرية؟ الحمد لله عدنا مئات صحفيين وعدنا قنوات كثيرة إذاعية بالصوت والصورة. ما يقدرش يكون واحد يمثل 50%، لكن كم بالمئة؟ كل صحفي نتمنى أن يسأل نفسه هذا السؤال، لأن اليوم مع العولمة، اليوم مع التكنولوجيات اللي جعلت من الصحافة قوة كبيرة، الحرب والمواجهة تكون عبر الصحافة، عبر قنوات التلفزة، عبر الإذاعة. العالم اليوم تغير، اللي حب اليوم يدافع على الجزائر يدافع عليها بالصحافة، وأنا متأكدة أنكم واعيين كثير بهذه القضية. يا هل ترى كل صحفي قبل ما يأخذ الميكروفون يتساءل يا هل ترى صوتي 20% من الثورة، 10% من الثورة، 1% من الثورة؟ لو كان صوتي 1% من الثورة فسيكون إنجاز عظيم، وأنا متأكدة أنه اليوم كلكم واعين هذا الوعي. نتمنى فقط أن كل واحد قبل ما يتكلم في ميكروفون أو أمام الكاميرا يقول نكون 1% وما نكونش نكسر في الثورة، ما نكونش تحت الصفر، ما نكونش في الجانب السلبي. اليوم الجزائر مع كل المجهودات اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية فتحت المجال للصحافة وحرية التعبير. لا يوجد أي قيود على الصحفيين الجزائريين، المجال مفتوح أمامكم. نتمنى أنكم تواصلوا المجهودات الكبيرة، وكل يوم قبل ما تاخذوا الميكروفون، قبل ما تنجزوا الحصص اللي يشاهدوها عبر شاشات التلفزيون، يشاهدها ليس فقط الجزائريين في الجزائر ولكن الجزائريين عبر العالم والأجانب كذلك، كم بالمئة من الثورة سيكون صوتي؟ كم سأساهم في بناء الجزائر؟ ومرة أخرى أقول لكم الجزائر أنتم أبنائها وأنتم جنودها، وأتمنى لكم المزيد من التوفيق في عملكم النبيل، وشكرا. السلام عليكم أختي الوزيرة، أخي الأمين العام للعمال الجزائريين، إخواني مدراء الجمع الكريم. طبعا أنا مسرور جدا بهذا اليوم المجيد، يوم إعادة السيادة لله التلفزة والإذاعة الوطنية، والحمد لله اليوم إذاعة والتلفزة الوطنية مؤسسات قوية محترفة. اليوم كذلك في هذا اليوم المجيد رانا حاضرين في هذا الحفل، حفل طابع بريدي كذلك باسم المرحوم عيسى مسعودي. سمعت أخي قال باللي رانا اليوم بفضل هذا الطابع البريدي نحيو عيسى مسعودي. طبعا نحيو عيسى مسعودي، لكن أنا أظن أكيد أن عيسى مسعودي عمره ما مات، لأنه في الذاكرة نتاعنا في قلوبنا. وفي هذا الإطار حبيت نحيي الألوف تاع عيسى مسعودي
في الإذاعة في التلفزة، هادو جنود الخفاء، لأن ربما عيسى مسعودي معروف لكن عمره ما كان عيسى مسعودي كاسم كرمز بدون الفريق اللي كان معاه. وأنا عملت في الإذاعة في الثمانينات وشفت أن لما صحافي يفوت في الميكرو ولا في التلفزة كان مئات عمال ليعملوا في الخفاء وبالتزام وبهدوء وبنية وبحب الجزائر طبعا. لهذا نحيي كل عيسى مسعودي اللي راهم في القاعة هذه وفي كل الجزائر. مازال ما غيرنا نقول لكم مبروك توفيق وان شاء الله في فرصة أخرى وشكرا. عيسى مسعودي البطل الرمز، إذا تسلمها كما تلاحظون موسوعة بأربع لغات، تسلم إلى وزير الاتصال. إذا هكذا، إذا تسلمها وزيرة البريد إلى وزير الاتصال السيد حميد جرين. وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال السيدة هدى إيمان فرعون أيضا تقدم موسوعة للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد سيدي سعيد، تسلمها دائما وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال. إذا نطلب تشير لي آسيا حموس أنه يحضر معنا أيضا ممثل عن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، لنطلب منه التفضل أمامنا. عذرا سيدي، تفضل أمامنا. شكرا جزيلا لك. إذا مدير بريد الجزائر السيد ناصر سايح يسلم موسوعة أيضا للمدير العام للإذاعة الجزائرية السيد لوناكل شعبان. إذا موسوعة تسلم إلى المدير العام للإذاعة الجزائرية. دائما بالذكرى 54 لبسط السيادة على مبنى الإذاعة والتلفزيون. سيد ناصر سايح يسلم أيضا الموسوعة إلى المدير العام للتلفزيون الجزائري السيد توفيق خلادي. إذا يتسلم الموسوعة. يبقى معنا دائما السيد ناصر سايح ليقدم الموسوعة لممثل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني، يتسلمها عنه مدير يسلمها له السيد ناصر سايح مدير بريد الجزائر. إذا شكرا جزيلا لكم جميعا.